دخلت الحملة العسكرية لقوات التحالف على ليبيا يومها السابع أكثر من 50 طائرة حربية تقوم بطلعات جوية يومية في الأجواء الليبية نصفها أمريكية في إطار مهمة لفرض منطقة حظر جوي وحماية المدنيين. لكن وبعد أن لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في الأيام الأولى للعملية العسكرية بدأ الدور يتراجع تدريجيا لصالح حلف شمال الأطلسي الذي يبدو في وضع جيد للاطلاع بهذه المهمة. وبعد أيام من الخلافات والغموض وافق نيتو أخيرا على تولي مسؤولية إدارة منطقة حظر الطيران بعد أن كان فرض أخيرا حظرا على مبيعات السلاح إلى ليبيا. NATO allies have now decided to enforce the no-fly zone over Libya. قرر أعضاء الناتو فرض منطقة حظر للطيران في ليبيا، وقد اتخذنا هذا الإجراء في إطار الجهود الدولية الواسعة لحماية المدنيين من هجمات نظام القذافي. وأكد ناتو أن العمليات العسكرية في ليبيا وخصوصا الضربات ضد قوات القذافي يجب أن تكون من نصيب الائتلاف الدولي، وهو ما يعني وجود قيادتين عسكريتين للإشراف على العملية. ورحبت الولايات المتحدة بهذا الإشراف الجزئي للناتو على الحملة الجوية على ليبيا. الناتو في وضع ملائم لتنسيق هذه الجهود الدولية ولضمان أن كل الدول المشاركة تعمل بشكل فعال من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة. لكن ومع تزايد كلفة هذه الحملة يوما بعد يوم وتشكيك بعض أعضاء الكونغرس حيال المراحل المقبلة للعملية العسكرية في ليبيا، فإن الإدارة الأمريكية تريد تحويل الجهد العسكري إلى حلفائها في أقرب وقت ممكن، ويسعى البنتاغون إلى أن يقتصر الدور الأمريكي بشكل رئيسي على مهمات الدعم والإسناد فقط كتزويد الطائرات بالوقود والقيام بالمراقبة الجوية في ليبيا، في انتظار توسيع التفويض للسماح للناتو بتولي قيادة كل العمليات العسكرية، فإن غموضا كبيرا يلف الوضع في ليبيا ويلقي بظلاله على مسار هذه الأزمة.